تحيه لك زميلي ابراهيم وتحيه لكل جمهورنا الرياضي الكريم. بعد ربما اقل من ساعه من الان سينطلق لقاء المنتخب الوطني امام غينيا الاستوائيه. هنا بعض عينه من انصار المنتخب الوطني منذ الصباح الباكر وهم جاهزون لهذه المباراه، توجهوا الى فندق المنتخب الوطني، تابعوا كل شيء وهم الان في الملعب. اخذت من وقتهم لانهم سيدخلون الى المدرجات للقيام بدورهم، خاصة صديقنا باريغو الذي يطرب الجميع بالترومبات. بداية باريغو، كان يوم شاق لكم منذ الصباح. السلام عليكم والتحية الشعب الجزائري كاع في كل مكان. احنا اليوم احنا ديجا من البارح رحنا عند البلماضي وعند اللاعبين، عطيناهم دفعة معنوية، فرحوا بينا، قلنا لهم اي حاجه رانا معاكم، هذيك هي اللي غادي تلعب دور كبير، باسكو زاد طلعنا لهم بزاف المورال تاعهم. واليوم رانا كالعاده الجماعه راح دخلت من ايه طنبول ترومبات صوالح، نديروا نمدوا المراسل الجزائري كي داير، نشجعوا من الدقيقه الاولى حتى الدقيقه التاليه، واللي كتبها ربي ديك هي. الله نتمنى الخير ان شاء الله. ان شاء الله نشوفوا مناصر اخر ايضا، عصام مناصر وفي للمنتخب الوطني من باريكا باتنا. عصام، من الصباح الباكر وانتم يعني تحضروا لهذه المباراه، ان شاء الله يكون عرس. السلام عليكم، حي كاع الشعب، وان شاء الله احنا اليوم نوضنا بكري، وحنا درنا كل ماتش لازم دير بي سي اونتيجينيك، والحمد لله درنا الاونتيجينيك ودخل، وانا دخلنا الحمد لله، ورانا متفائلين اليوم، راه الجو مليح وان شاء الله نربحوا ما يهمش النتيجه، المهم نربحوا وخلاص. 1 2 3 فيفا الجيري. ان شاء الله. واش تقول ايضا للجمهور اللي هو يشاهد فيكم؟ يعني الكثير متمنين يكونوا هنا ما قدروش. السلام عليكم، احنا رانا سمعنا ديجا راهي موبيلي جايبه 600، احنا ماذا بينا باه كي تكون 600 والله 1000 والله 2000 يكون الصوت، ونكونوا ندعموا المنتخب الوطني، ونكونوا ديما حاضرين ان شاء الله مليح. نتيجه تاع اليوم؟ نتيجه تاع اليوم ان شاء الله 3-0. ان شاء الله. هو باريغو نتيجة اليوم طبعا. انا اليوم ان شاء الله يا ربي 3 نقاط، وهذه 3 نقاط الله يجعل ربي نربحوا، ناديها لخويا ميلود لانيفيرسير تاعها اليوم. يعطيكم الصحة، نخليكم تروحوا المدرجات. يعطيك الصحة عصام باريغو. اذا هكذا، شكرا لكم، هكذا هم الجمهور الجزائري، حضروا منذ وقت معين للتواجد في المدرجات وتقديم الدعم المعنوي وتشجيع المنتخب الوطني الذي سيواجه بعد قليل منتخب غينيا الاستوائيه. نحن امام مدخل المدرجات لملعب جابوما، نتمناها نتيجه ايجابيه وفوز مستحق للمنتخب الوطني للاقتراب من التاهل الى الدور الثاني. عوده اليك زميلي ابراهيم حنيفي ولضيوفك الاكارم. بالنسبة لإبراهيم، للأجواء المناخية هنا هي رطبة، لا نشعر أبدا بارتفاع درجة الحرارة، فقط أرضية الميدان تقلقنا نوعا ما، هي صلبة نوعا ما، لعبت منذ قليل كوت ديفوار وسيراليون، الأرضية تأثرت نوعا ما، نتمنى فقط ألا يتأثر لاعب المنتخب الوطني. منتخب غينيا ليس بالمنتخب القوي، فقط يكفينا هدف أو هدفين للظفر بالنقاط الثلاث، وبعدها لكل مقام مقال زميلي إبراهيم. شكرا لك وتحية لكل ضيوفك ولجمهورنا الرياضي الكريم، نتمنى فوز للخضر بإذن الله. إلى اللقاء.